وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وبصحبته كبار قادة القوات المسلحة توجهوا إلى وزارة الداخلية وقابلوا وزير الداخلية بيقولوا له كل سنة وسيادتك طيب وضباط وأفراد وأمناء الشرطة وكل الناس اللي موجودين في هيئة الشرطة بخير وآدي الصورة المحترمة صناعة مصرية خالصة أنا عندي جيش وعندي شرطة فبقول دي صناعة إيديا ده اللي عنده فدان أرض يا أخوانا ورثه عن أبوه بيتباهى بيه ما بالك أنا عامل جيش وشرطة وزير الدفاع ده صناعة محلية بحتة وزير الداخلية ده صناعة محلية بحتة صنع في مصر فأنا لازم أعرض الصورة دي أقول لحضرتك افخر بصناعة إيدك افخر بما تملكه ده حسابك اللي في البنك يعني ده كده كأنك شايل حساب في البنك كل دول انت اللي عاملهم كل دول كده شوف المنظر الصورة شوف العظمة كل دول حضرتك اللي عاملهم كل دول انت اللي بتمتلكهم كل دول بيأتمروا بأمرك كل دول اتعلموا في مدارسك وتعلموا في معاهدك وتعلموا في كلية الشرطة بتاعتك وفي كلية الحربية بتاعتك اللي انت عاملها بفلوسك كل دول بيموتوا عشانك كل دول هات الصوره تاني انت جايبني انا ليه يا عم انا هات الصوره تاني كل اللي حضرتك شايفهم في الصوره دي ومنظر حاجه تفرح واخد بالك دي تقريبا كده يعني ربع الدوله في الصوره دي فكل اللي حضرتك شايفهم في الصوره دي كلهم انت صاحب الفضل في تعليمهم في الرتب اللي على كتافهم في مناصبهم انت من تراقبهم انت من تحاسبهم ده جانب الجانب التاني بقى كل دول مستعدين يموتوا عشان حضرتك تقعد في بيتك مرتاح وتقول لي مش عايز افخر بيهم يعني ده ملكي في حد ما يفخرش بملكه فكل التحيه وكل التقدير لرجال الجيش والشرطه وتحيه للفريق محمد زكي على هذه الاشاره الكريمه العظيمه اللي فيها شكل محترم لبلدنا.